عرض الأهم مؤشرات البحث ويقدمها لنا أستاذ طاهر حسن صالح رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات والمدير التنفيذي للبحث، فليتفضل سيادتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنقدم لحضراتكم النهاردة أهم المؤشرات اللي تناولها بحث الدخل والإنفاق الدورة الثالثة الدورة الرابعة عشر الرابعة عشر من سلسلة تطبيق البحث إن شاء الله. أهم المؤشرات اللي صدرت عن الإنفاق الكلي أو الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستهلاكي على النحو التالي زي ما حضراتكم شايفين، تناول الإنفاق الاستهلاكي بيساوي الإنفاق الفعلي بيساوي الإنفاق الاستهلاكي الأسرة زائد التحويلات العينية والدعم اللي صدر للأسرة. أما بالنسبة للإنفاق الكلي بيساوي الإنفاق الاستهلاكي للأسرة والإنفاق غير الاستهلاكي. زي ما حضراتكم شايفين كان الإنفاق الاستهلاكي 59.3% بالإضافة للتحويلات اللي صدرت للأسرة من خارج الأسرة كدعم أو غيره يطرح منهم 2.6% التحويلات اللي خرجت من الأسرة للغير. بالنسبة لمتوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة عام 2019 مقارنة ب 2017-2018 فقد كان في 2019-2020 61.9% بعد أن كان في 17-18 53.7%. أما بالنسبة ده بالنسبة لإجمالي الجمهورية، بالنسبة للحضر كان 54 انخفض اللي في 17 ارتفع عن ال 17-18 اللي كان 48.5، وبالنسبة للحضر كان 59 وبقى 71.3%. بالنسبة لبنود الإنفاق على أهم السلع، بالنسبة لبنود الإنفاق على أهم السلع اللي بيتناولها ال 12 مجموعة سلعية اللي بتتناولها الدراسة، أولها الطعام والشراب زي ما حضراتكم شايفين وقد انخفض من 35.17-18 إلى 31.1% سنة 19-20 أو في دورة 19-20. يليها المسكن ومستلزماته وصل 19.2%، الرعاية الصحية كانت 10.4%، الانتقالات والنقل 7.6% وما إلى ذلك إلى حتى نهاية البند الثقافة والترفيه اللي وصل ل 2.3% من إجمالي استهلاك الأسرة عام 19-20. بالنسبة لبنود الإنفاق على أهم سلع أهم بند من بنود السلع اللي بتنفق عليها الأسرة خلال السنة وهي الطعام والشراب اللي وصل 31.1%، وكانت مجموعات السلعية دي كانت عبارة عن اللحوم والخضار والحبوب والخبز والألبان والجبن إلى آخره، وقد وصل الاستهلاك من اللحوم ومنتجاتها حوالي 26.1%، وقد كانت 2017 26.4% بانخفاض حوالي 3%، وكانت الخضر 16.2%، الحبوب وهكذا إلى نهاية المجموعات السلعية الخاصة بالإنفاق الاستهلاكي زي ما حضراتكم شايفين. بالنسبة للبنود اللي زادت واللي نقصت، الأسهم بتعبر عن البنود اللي نزلت والأسهم كمان بتعبر عن البنود اللي زادت، ولو جمعنا اللي زاد واللي نقص هنلاقيهم ايكوال تقريبا، يعني اللي توفر من الطعام والشراب او من قيمه السلع دي راح لسلع تانية او لمجموعات سلعيه اخرى. بالنسبه للانفاق الاستهلاكي او الانفاق العائلي الفعلي للاسره على مستوى الشرائح زي ما حضراتكم شايفين المقارنه ما بين 17 و18، زي ما قلنا انه في على مستوى الجمهوريه كان 31.1%، بالنسبة لحضر الجمهورية كان 27.7%، بالنسبة لجملة الريف كان 34.6%، وقد كان يعني أهم المحافظات الحدودية ووجه وريف الوجه القبلي أعلى قيمتين في نسبة الإنفاق الفعلي للأسرة على الطعام والشراب. بالنسبة لنسبة الإنفاق السنوي للأسرة على المسكن ومستلزماته، وده تاني أهم بند من بنود الإنفاق على اللي بتنفقه الأسرة خلال السنة، زي ما قلنا لحضراتكم إنه كانت حوالي 19.2% من إجمالي الإنفاق كان على السكن، اختلف من الحضر للريف زي ما حضراتكم شايفين فكان في الريف 19.7% على مستوى إجمالي الجمهورية، وكان في الحضر 20.4%، وكان أعلى نسبة إنفاق على المسكن في أقاليم الجمهورية وصل في المحافظات الحدود ل 22%، أما في المحافظات الحضرية كان 21.3%.
بالنسبة للتوزيع النسبي للإنفاق أو الاستهلاك الفعلي للأسرة على المسكن خلال 19-20، وقد كانت البنود الإنفاق على المسكن على الوجه التالي: كانت القيمة الإجرائية المحتسبة كانت 55.4%، وعلى الكهرباء والغاز 25.6%، وعلى المياه والخدمات المتعلقة بالمنزل كانت زي ما حضراتكم شايفين 8.3%، والإيجار الفعلي كان 7.6%، أما نفقات الصيانة على المسكن وصلت لـ 3.1% خلال عام 19-20. البند الثاني وأهم بند من بنود الإنفاق في الأسرة، ثالث بند من بعد الطعام والشراب والمسكن، الرعاية الصحية. الرعاية الصحية اللي كانت بتوليها أو بتنفق عليها الأسرة خلال عام 19-20 زي ما حضراتكم شايفين، الرعاية الصحية بلغت نسبة الإنفاق في السنة 10.4% سنويا، وكان أهم النفقات على المنتجات والأجهزة والمعدات الصحية، وكانت نسبتها على مستوى الجمهورية 51.2%، تختلف من حضر والريف زي ما حضراتكم شايفين على في الجدول المرفق. أما بالنسبة لخدمات المرضى العيادات الخارجية وصلت ل 31.6%، خدمات المستشفيات وصلت 17.1%، وتنفق الأسرة في المتوسط 6408 جنيه على الخدمات الصحية. بالنسبة لرابع بند من بنود الإنفاق أو المجموعات السلعية المختلفة، الرابع بند ورابع أهم بند هو الإنفاق على التعليم، وده بالنسبة للأسر اللي فيها أفراد في سن التعليم. يعني المتوسط ده طالع للأسر اللي فيها تعليم فقط، إنما الأسر اللي ما فيهاش أفراد في التعليم لم ترد عندنا في هذا البرزنتيشن. 58.4% نسبة الأسر اللي فيها أفراد ملتحقة بالتعليم زي ما حضراتكم عارفين، وكانت على مستوى الجمهورية 8.856 جنيه بتنفقه في المتوسط الأسرة على التعليم، بيزيد شوية في الحضر ويقل في الريف زي ما حضراتكم شايفين، ل 15.7% يزيد في الحضر و 9.2% في الريف على النحو المباين قدام حضراتكم، وكمان القيم والمبالغ الموجودة للإنفاق على التعليم في الحضر وفي الريف وإجمالي الجمهورية. بالنسبة لبنود البنود الإنفاق على التعليم زي ما حضراتكم شايفين، مصروفات ورسوم دراسية احتلت 38.6% من إجمالي المنفق على التعليم للأسر اللي فيها التي لديها أفراد في التعليم. بالنسبة لدروس خصوصية كانت 8.3% في المتوسط في الجمهورية. أما الكتب الدراسية والأدوات المدرسية 11.3%، الانتقالات 9.6%، وهكذا إلى آخره. برضو المسألة القيم اختلفت من الحضر للريف. بالنسبة للتوزيع النسبي للإنفاق أو الاستهلاك الفعلي السنوي لأفراد الأسرة وفقا لأقسام الإنفاق الرئيسية للشريحة الدنيا والعليا، نجد يقارن الشكل زي ما حضراتكم شايفين ما بين إنفاق أو استهلاك على أقل وأعلى شريحة في المجتمع، حيث تنفق أقل شريحة 44.6% من إجمالي إنفاقها على الطعام والشراب، بينما تنفق أعلى شريحة 20 زي ما حضراتكم شايفين 20.1% من إنفاقها على نفس البند أو الطعام والشراب على وجه التحديد. بالنسبة للمسكن المستلزمات وبرضه في ديفرنشيشن أو في تفاوت ما بين كل شريحة. حتى شريحة الاتصالات زي ما حضراتكم شايفين الشريحة الأقل 1.9% والشريحة العليا كانت 2.3%. بالنسبة لنصيب كل شريحة من إجمالي الإنفاق الاستهلاك أو الاستهلاك الفعلي وفقا لشرائح الإنفاق العشرية، يتقارب نصيب الأفراد في الشرائح كلها يا فندم زي ما حضراتكم شايفين من 2017-2019 ارتفع بعضها بنسبة قليلة جدا أقل من 3% زي ما حضراتكم شايفين، وتساوت في فئة معينة. أما الفئة وفي المقابل في حدث تناقص ضئيل لنصيب الفرد في الشرائح الثامنة للعشرة بنسبة قليلة جدا زي ما حضراتكم شايفين 6%. أهم نتائج الدخل يا فندم زي ما قالها أو أشار سيادة اللواء خيرت، ارتفع متوسط الدخل من 60.4% سنويا على مستوى إجمالي الجمهورية إلى 69.1% بالنسبة لإجمالي الجمهورية برضو. وبرضو اختلف في الحضر عن الريف زي ما حضراتكم شايفين، كان في الحضر 69 وصل ل 80.9 أو 81 ألف جنيه، بالنسبة للريف كان 52.7 وصل ل 59.7. بالنسبة للدخول من دخل الأسرة، وكان أهم صنف من أصناف الدخول للأسرة كان الدخل من العمل، وكان بيمثل حوالي 63.6% من إجمالي الدخول للأسر.
تأتي بعدها التحويلات والدعم بنسبة 23.7%. القيمة الإجرارية المحتسبة كانت 9.1%. أما بالنسبة للدخل الممتلكات فكان 3.5% من إجمالي دخل الأسر خلال البحث. متوسط الدخل السنوي للأسرة طبقا للشرائح الإنفاق العشرية زي ما حضراتكم شايفين في مقارنة ما بين سنة 17 أو دورة 17-18 ودورة 19-20، فكانت الشريحة الأولى زي ما حضراتكم شايفين اللي فتحت خالص في الرسم هنلاقيها باللون البامبي وصل الدخل فيها ل 40.4 ألف جنيه. بالنسبة للي كانت 17-18 كانت 33.7، يعني في زيادة بالنسبة للشريحة عموم. وبالنسبة للشرائح كلها لحد الشريحة العليا الخالص أكبر شريحة كانت 108.9 في عام 2017-2018 وصلت ل 115.8% في عام 19-20. بالنسبة للدعم زي ما قال سيادة اللواء خيرت إن أكثر من 84% تقريبا من نتائج البحث 84% بتغطوا بتغطية كاملة بالدعم الغذائي، بيتختلف من الريف عن الحضر. بالنسبة للحضر بتصل لحوالي 75% وبتصل في الريف ل 91% تقريبا خلال عام 19-20. زي ما قلنا لحضراتكم الريف ان المجتمع كله بيتغطى بالبطاقات التموين زي ما حضراتكم شايفين من اول شريحة اقل شريحة في الانفاق او في الاستهلاك بتتغطى بالبطاقة التموين بنسبة 90.6% لحد اخر شريحه، واعلى شريحه في الانفاق بتتغطى برضه ببطاقات التمويل بنسبه 72.7%. والتفاوت حاصل زي ما حضراتكم شايفين. وقد كانت في 17-18 على النحو المكتوب قدام حضراتكم كانت 77 بقت 72 وكانت 86 بقت 80 وكانت 89 بقت 83، يعني النقص كله حصل في كل شرائح المجتمع عموما. نتيجه اللي ذكره سياده اللواء خيرت في المقدمه. متوسط الدعم التمويني المقدم للأسر على مستوى الجمهورية كان حوالي 1420 جنيه، اختلف من الحضر عن الريف طبعا. في الريف زي ما حضراتكم شايفين وصل 1559 جنيه، في الحضر بلغ 1244 جنيه، وكان في المتوسط على مستوى الجمهورية 1420 جنيه. نسبة اللي بيساهم بالدعم في انفاق الأسرة على الطعام والشراب زي ما حضراتكم شايفين على مستوى اجمالي الجمهورية كان 7.4% نسبة مساهمة الدعم في نفقات الأسرة على الطعام والشراب. بيزيد في الريف وبيقل في الحضر زي ما حضراتكم شايفين، وصل للريف ل 8.3%، أما في الحضر وصل ل 6.3%. زي ما حضراتكم لاحظتوا في الرسم ده أو بتلاحظوا ده متوسط ونصيب ما تحصل على الأسرة من دعم السلع الغذائية لإجمالي استهلاك الأسرة لإجمالي استهلاكها بقى 4.5% من جملة استهلاكها بتحصل عليه الشريحة الأعلى. وهكذا لحد ادنى شريحه بتحصل حوالي 12% من استهلاكها عن طريق الدعم زي ما حضراتكم شايفين، والمبالغ كمان مكتوبه قدام كل شريحه. على الشريحه الاولى الاقل بتصل الى 1762، الشريحه اللي بعدها 1694، وهكذا لحد اخر شريحه اللي بيقل فيها القيمه ل 986، ولكن كل شرائح المجتمع مغطاه بالتمويل. بالنسبة لمؤشرات الفرد تقدمه لنا الأستاذة الدكتورة هبة الليسي مستشار رئيس الجهاز، اتفضلي يا فندم. شكرا.